السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام علي كرم الله وجهه قال: من كثر كلامه كثر خطأه، ومن كثر خطأه قل حياءه، ومن قل حياءه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار. الموضوع بيبتدئ من عند الكلام الكتير ويخلص في النار والعياذ بالله. الكلام أو الموضوع المقصود به هنا ممكن يكون الكلام الفاضي أو الكلام بفعل فعله قليل وأخطاء كتير، ودايما الخطأ بيزود سيئات ويقلل في الحياة. عارفين كلمة الحياة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها: إن الحياة شعبة من 64 شعبة. البني آدم لما يكون قليل الحياة ما عندوش ورع، مهما شال سجادة أو مسك سبحة مش ورع، مش خايف من ربنا، فيموت قلبه فيدخل على النار في الفور. اللهم ابعدنا عن النار، واحي قلوبنا بحبك وحب الناس وحب الخير، وزد تقوانا ورعنا، وقلل من أخطاءنا يا الله. النهاردة هنتكلم عن موهبة ممكن تكون غايبة عن معظم الناس، وفي نفس الوقت بعض الناس عارفينها وبعض الناس مهتمين بيها. بدأ موهبته يعني ممكن نقوله من فترة قليلة، اكتسب بيها شهرة، شارك بيها في معارض، بعض الناس عرفته زي ما قلنا، تصميماته مختلفة عن الجميع، فنه يلقب بالفن التشكيلي، هو تصميم وتركيب الأحجار. هنتكلم عن التصميمات ديت وإزاي بدأ في موهبته وخاض التجربة الجميلة ديت مع ضيفي اللي منورنا النهاردة الأستاذ عرف حسين. أهلا بحضرتك. الله يخليك. أنا أستاذ، قبل ما نتكلم بقى على موهبتنا يعني حابين نتعرف على حضرتك أكتر. والله أنا أساسا من هنا وقاعد في اسكندرية. شغال تبع وزارة الصحة، تبع الأمانة العامة للصحة النفسية والإدمان. مقيم في اسكندرية يعني. جميل. فهويت الحجارة يعني جات لي كده حاجة إن أنا إيه أمسك الحجر ده. أول حجر كان مكتوب عليه كلمة الله، مسكته شلته في جيبي وسبته. افتكرت بعد كده بقيت إن أنا إيه قعدت إن أنا أفكر أعمل إيه، فجات لي الفكرة إن أنا أصور وأكبره وأشوف إيه الناتج. صورت صغير، ابتديت يعني ايه معايا اخ فاضل استاذ احمد، عنده استوديو، هو برضو اللي ايه اللي واقف معايا وبقى ايه يساعدني وانا ايه اقول له هو يساعدني. فمن هنا خدت الفكره وابتديت ان انا اكبر واعمل البراويز الكبيره دي. يعني انت احجار بتشتريها مثلا ولا؟ لا انا بكون ماشي كده بص في الارض، الاقي حجر عجبني اخده نفضه واغسله واروح واخده، بحيث ان انا اطلع منه الشكل اللي انا عايزه. يعني في حاجه مكتوبه كلمه محمد، في شكل وش بني ادم، في حاجات يعني حاجات سبحان الله حاجات غريبه يعني. طب قبل ما تكلمنا برضك عن موهبتك اكتر يعني احب ارحب بزميلي معتز الطنطاوي. اهلا بك يا معتز. اهلا بك يا استاذ مصطفى. تحب توجه له بقى في بدايه الحوار؟ يا استاذ عرف، هو حضرتك مهتم بالمجال ده من مده تتراوح فتره كبيره؟ ولا ده شغف ولا ده عمل حضرتك مهتم بيه اكتر ان انت تشتغل فيه؟ لا هو انا حبيته وبقالي اكتر من سنتين كده يعني، وبحب ان انا ايه اخش بيه معرض في وباخد شهادات تقدير، فهو مستمر فيه ان شاء الله، بس الحكايه لسه مريحه شويه ان شاء الله. طب يعني كلمنا برضك اكتر يعني ايه هو الاحجار ديت، ممكن معاك عينات منها تعرفها؟ موجود. موجود. دي احجار طبيعيه عادي في الارض. في منها اللي هي الاحجار بتاعه الصبه بتاعتنا او الخرسانات، الزلط اللي هو العادي، الزلط العادي. وفي حجاره عاديه من اللي هي الطوب. موجود معانا منها. طب يعني يا ريت توريها لنا كده. يعني حاجه زي دي كده، دي زلطه. ورينا للكاميرا كده معانا.
دي جايبها من الصعيد. على شكل قلب مكتوب عليها حبيبي محمد مكة. بس محدش ياخد باله للي فيها ايه. النزالة مرمية في الارض، لما انا بمسكها لازم ابص فيها واشوف ايه اللي فيها. يعني مش انت اللي ناحيتها كده؟ لا هي طبيعيه، طبيعي، حاجه طبيعيه ما العبش فيها، حاجه طبيعيه واصورها على كده. انما ايه يعني سبحان الله، بص يعني الحاجه بتلاقيها زي ما هي كده ما تلعبش فيها كده. تقيله شويه يا جماعه، ظلت معانا هي حبيبي محمد مكة. مكة مكة اللي هي دي. طب يعني تخيلك كلمة محمد ومكة مع بعض. كلمة محمد ومكة مع بعض جايين في كلمة واحدة. بس اللي هيشوف وهيعرفها يعرف يطلع، يعرف. يعني انت تخيلت الكلمة دي؟ هي جت كده الكلمة فطلعت يعني. بس التصميم بتاع لا ده طبيعي. لا طبيعي، ما العب ما بلعبش فيها، ما جتش يمها خالص. لا طبيعية جدا. زي دي كده. عبارة عن جمجمة. الشكل وليها الصورة بتاعتها موجودة. يعني الشكل اللي مع حضرتك موجود في البراويز. معانا الشكل اهو يا جماعة، الشكل مش ايه قد ايه؟ ما بتجيش يمها خالص ولا بتجيش لا 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 لا. احكي لنا بقى المراحل اللي بتتم بقى بعد ما بتكتشف الاسامي يعني والاشكال دي. حاجة زي كده برضو. طلع منها شكلين. مش هتظهر عشان صغيرة. بيطلع منها شكلين. مع الشاشة معانا هنا يا جماعة. ليها برضو نفس الكلام دوت، متكبرة ومعمولة البرواز بتاعها معمول. أشكال وأسامي. هي هدي في نفس ال. طب إيه بقى، تحكي لنا عن المراحل اللي بتتم بقى. اللي أنا بمسك الحاجة دي. بعد ما أنضفها أمسكها كده أشوفها. بعاون معايا يعني بالعدسه اللي انا اطلع شكل منها. اللي هي الحاجات الصغيره اطلع منها الشكل، واشوف في التكبير لما اكبر اشوف هتيجي معايا الصوره واضحه ولا هتتمسح. وضحت ببتدي ان انا ايه اكمل لغايه لما اوصلها للمرحله دي، مرحله البلواس. دي عبارة عن كلمة الله. فحنا كده، فحنا فحنا. دي عبارة عن كلمة الله. موجودة برضو معانا وقد كده صغيرة. كل ما بتكبر كل ما بتظهر أكتر. خليها كده. تمام. ده تصميم على كلمة الله. طبيعية، مفيش لعب فيها. ولا نحت ولا تكسير ولا الكلام ده. كلمة الله. فأنت اكتشفت الاسم عليه. ما هو باين في الزلطة نفسه. البروز بتاعه باين، كل حاجة باين. وموجودة معانا برضو. معاك أنت بقى مصور الأستاذ أحمد. الأستاذ أحمد زميل يعني، وهو اللي قايم بكده يعني، أنا بغلس عليه يعني. وساعات أروح له يكرشني يقول لي ايه اللي انت بتعمله ده زلط، انا اصور لك الزلط كده يعني. بس هو صراحه بس موهبتك غريبه جدا يعني، ما فيش حد اول مره اسمعها منك. ما هي هي كالفكره ما حدش عملها، اول مره تتعمل. يعني اول مره واحد ياخد تصميم في انا اول مره زلط. زلط طبيعي. ايوه انت بتكتشفه اشكال. ايوه الاشكال نفسها بكبرها واطلع منها منظر طبيعي. يعني منظر ده كده الله. الزلطة بتاعته قد ايه مع حضرتك؟ كلمات بس، كلمة الله بس. الزلطة اللي هي الصغيرة خالص. يعني دي كده عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن واحدة ست كبيرة قاعدة. واحدة ست كبيرة في السن قاعدة. يعني هي مثلا طالبة لله، فهي الكلمة نفسها مكان ايديها مش مادة ايديها، الكلمة نفسها طالعة من ناحية ايديها لله. بس جاي ازاي؟ لله. فعلا
الكلمة نفسها مكان إيديها. لا واضحة فعلا. أنت شفت التصميم ده فقلت إن هي دي واحدة غلبانة وقاعدة وكده. أيوة هي. يعني أنت لا أنا لا أهي يعني أنا مش راسمها ولا ناحيتها يعني. بص حضرتك أهي أدي اللي قدام مننا وهو زلط طبيعي. زلط طبيعي من الأرض. جايبه من الأرض وأنت من الأرض. بس أهم حاجة إيه؟ اللي أنا بطلع منه الشكل والكلمة نفسها. يبقى فيها حاجات لازم أظهرها. ما جتش معايا بركنها على جنب. تشتغلش فيها. ما اشتغلش فيها. طالما ما وضحتش وإديتني الصورة اللي أنا عايزها. يعني بعد ما أصور مرة واثنين وثلاثة والأستاذ أحمد تعبان معايا برضو عمال يصور اللي هو المصور وأغلس عليه في شغله وخليه يسيب الشغل بتاعه كده يعني. إيه رأيك في الكلام ده يا أستاذ مهتز؟ يعني أنا أول مرة أشوف حاجة بصراحة زي دي. ده ما شاء الله حاجة جميلة جدا في قمة الروعة وفن تشكيلي مبدع جدا. أول مرة نشوف حاجة بالجمال والشكل الرائع ده. لا ما فيش حد يعني اشتغل عليها كمان. يعني انت متخيل انك تشوف زلط طبيعي بيطلع كاسامي وكاشكال مناظر زي ديت. يعني ما هي كفكره يعني فن تشكيلي طبيعي جميل جدا. على اساس ان انا اخذت الفكره ان هي الحاجه نفسها ما فيش حد عاملها. ما فيش حد اشتغل عليها. لا لا انا اول مره. لا اول مره في مصر هنا وممكن في العالم. والله انت الوحيد اللي شغال عليه. يعني بص الشكل ده كده حضرتك. الشكل الثاني. الشكل الثاني دوت. الشكل الثاني ده يعني بيوحي يعني طفل وبنته ده ولا ايه؟ عباره عن زي مثلا نقوله مثلا ايه ستنا مريم. بص يعني بالطفل شيلاء. لا بالظبط. مثلا اهي يعني مش ناحيتها ولا جنب. هي طبيعيه. انت جبتها من الارض طبيعيه. حاجه طبيعيه. حاجه طبيعيه. في كذا شكل طبيعي. حاجه يعني هي بتاعت ربنا كده. فانا لما بتيجي معايا فانا ببص فيها اتخيل الشكل فبيجيني الشكل اللي انا ايه عايزه. تخيلت شكل كذا ودي يعني اطلع الشكل اللي انا ايه شايفه قدام عيني. ده يعني الفكره دي وحيت لك منها او بدات ازاي يعني فيها؟ يعني دي اول واحده اللي هي بتاعت كلمه الله. اول شكل بدات فيه كلمه الله. اللي هي الصغيره كان جايه بقت عن طريق ايه؟ ده انا كنت في البلد عندنا في الصعيد. ولقيتها في الارض كده. دي لفتت نظري فاخدتها. وبعدين هي بقى منها على طول كده قلت ايه تتصور وتتكبر ورحت ايه شايلها في جيبي. لما جيت ابتديت ان انا ايه اهتم بقى بالمشوار دوت. ومن هنا ابتديت ان انا اشتغل. تشتغل عليها؟ عليها على اي حاجه كانت يعني. في دي من اسكندريه مثلا. في حاجات من الصعيد كده. في واحد صاحبي مثلا مديني حاجه. انت بتجيبها من اماكن مختلفه بقى؟ ما هي مختلف. في واحد صاحبي مديني حاجه من سينا. اهي عباره عن زلطه سن اسمها اللي هي بتاعت الخرسانه. بس فيها حاجات غريبه لما اتكبرت ظهرت. اللي هي مدياني شكل الغابه او صحراء. فعلا الاشجار اشجار ناشفه ومصوره وهي الارض وهي واقفه كده. احنا موقفينها كده اهي على الارض طبيعيه عاديه. لا. ولا ده خلفيه؟ دي خلفيه. ده خلفيه. احنا حاطينها على نفس الاتجاه ده. انما الزلطه إيه شكل طبيعي. بص الفرق بين دي ما بين دي. ايه الحجم؟ هي وضحها لك بس في البرواز. وضحت. وضحها لك في البرواز هنا بس. هي ما هنا بس هي طبيعيه. نفس نفس الرسومات. فعلا. اهي. ما احطش فيها حاجه. هو الشكل بتاعها طبيعي كده. لا بصراحة يعني مهتز أول مرة يعني. والأستاذ أحمد أتخيل الموهبة الجميلة دي بصراحة. والأستاذ أحمد سكر هو اللي مظبط لي الصورة. وهو بقى إيه بعد كده اهتم معايا شوية بقى يقول لي لا نخليها كده لا نخليها شمال نخليها يمين. المصمم هو اللي بيوجهها. اللي أنا بديله الفكرة. هو وعليه شغل برضه يعني
اكتر صوت. لا صراحه هو بس تصويره لا يعلى عليه على الوضع اللي انا ايه التكلفة بقت يعني التكلفة. لا بيتكلف التصوير والبرواز ده بيكلف يعني بيكلف تصويره وفي تمويل ذاتي ما تمويل ايه المعارض بقت اللي شاركت فيها؟ في هو معرض اركان للابداع اللي هو في اسكندرية عندنا في المنشية واخدت منه شهادات تقدير من ناس المعرض يعني. لا المعرض نفسه فالاستاذ نادر هو اللي كان ماسك المعرض وكان بيجمعنا كلنا ده اخ كبير يعني ما اقولكش عليه ويوم الافتتاح بيجيب لنا ضيوف من بره اجانب بيخشوا يتفرجوا تكفيبات يعني ويدونا شهادات تقدير ان في مجموعه جامده على الموهبة اتفضل على الفن التشكيلي ده من المعرض معرض ايه؟ أركان للإبداع أركان دي الصفحة بتاعته هنا في مصر وفي بره كمان يعني وكان داخل معانا إن احنا تسويق لل عشان يعمل تسويق للمنتجات والكلام دوت يعني واضحة كده واضحة للسادة المشاهدين أهي ده شهادة التقدير يعني وريها لهم التانية الشهادات التانية برضو للفنان عرفة مركز أركان للإبداع برضه الناس يعجبوا بيها فهم طالما في مندي فبيخشوا يتفرجوا حلو الشغل حلو جميل كل واحد عنده حاجة كان بيعرضها يعني كده بقالك بتقول بقالك قد ايه سنة ولا لا أكتر من سنة أكتر من سنتين سنة شغال فيها بقالي فترة اول بدايتك كانت الحجر لفت الزلط كلمه الله اللي هي اول واحده اللي هي دي دي هي كانت اول بدايه الشغل جميل اول بدايه الشغل اللي هي نظرك بيه هي دي بس هي مش يعني مش شغل اساسي لحضرتك انت لا انا موظف انا موظف كموهبه لي احب الموهبه كتيره اي حاجه بحب اخش فيها عندك مواهب تانية غير في التمثيل برضو دخلت شويه في التمثيل شاركت في التمثيل برضو طب جميل والله يعني اقبالك للفن سواء الفن التشكيلة او الفن كتمثيل برضو يعني هوايتي برضو التمثيل احب مثلا معايا استاذ هشام محروس اسكندريه برضو لما بيكون في حاجه بيتصل بيا بيبعت لي بتشارك معاه بيقول لي مثلا ليه اعمل كذا اعمل كذا كده في حاجه تتكلم ما فيش عادي انت خدت تجربه معاه هو اخر فيلم كنت معاهم كان اسمه براءة ريا وسكينه بس ده لسه ما اتعرضش تمثيل خدت كنت مع الاستاذ لقطه بيني انا والاستاذ اشرف مصالحي بس لسه ما نزلش وكان في القاصرات كنت واخد فيها لقطه اخر حلقه برضو وفي عرف البحر وفي فرقه ناجي عطا الله شاركت في انت قديم بقى على كده قديم في الله يرحمه السيد صالح حضرت له مسلسل برضو كنت معاه فيه اول مره كان الاستاذ سليمان عيد طيب يعني انت ايه الخطوات المستقبليه بقت للتسويق للشغل الرائع ده وهو انا والله اتمنى يعني انه تتبنى ان حد في معارض كبيره معارض دوليه مع معارض القاهره الحاجات اللي هي بتاعتنا المكتبات الكلام دوت بيشارك فيها نعرضه نشارك فيها بس احنا يعني ما زي ما انت عارف حضرتك المعرفه فما ما فيش سكه ما فيش حد تبنى لا لا لسه ما حدش يعني شاف على الطبيعي ما حدش يشوفها لسه حد يعني قليل قوي اللي شاف الحاجات دي ما فيش حد شاف على الطبيعه يعني بس انا اعتقد لو نزلت على الطبيعه يعني هتلاقي والله ربنا يسهل احنا بنقول ايه بس الاشكال كتير من الناس وانا يعني طب ما حاولتش يعني تسول لحضرتك يعني في المواقع التواصل او لا غير المعارض يعني لا ده الاستاذ نادر قال لنا هنعمله سوق عن طريق المعرض هناك اللي عنده حاجه بينزلها ونصوره
كده يعني. بس جت حته كورونا والكلام ده بقالنا فتره كبيره اجلوك ما فيش، عشان بيبقى في زحمه انت عارف المعرض ايه. اه فعشان كده متاجله، فلسه مش عارفين ايه تسويق خارجي وتسويق بره والكلام ده، بس ما لسه ما فيش حاجه ظهرت. انت عاوز اللي يتبنى التصميمات دي برضو يعني، ايوه كالشغل يعني ويسوق الشغل الجميل ده. ما طب شغل انت حضرتك انت ده ايه ده؟ رسمة عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن جمجمة زلطة برضو اللي مع حضرتك. اللي مع حضرتك في الاول. جمجمة يعني. مديه وش انت تخيلت الشكل يعني. ورغم كده ما كانتش تبان يعني، اللي لازم حد يركز عليها لانها صغيره، لما كبرت وضحت اكتر. فقلت فكرتك كانت جمجمة. هي جمجمة. هي جايه كده. هو الشكل واضح. هي جايه كده، بس اللي ما عندوش برضك يعني، في ما عندوش فكره يقول لك ايه يا عم انت مصور طوب، زي احمد سكر المصوراتي معايا هو محمد. ايه يا عم عرف هذا اللي انت جايبه ده؟ احنا على طوب استهزأ بيها. ايه يا عم، لا يا عم ما بنصورش طوب بتاع ايه. بعد كده لما جيت له الفكره وشاف مره واثنين وثلاثه وصور هو بنفسه وشاف الشكل، فابتدى معايا يعني ايه شغال معايا. يشتغل معاك يصور لما بقول له على حاجه بصراحه بيعملها، ويعمل بس لك هو كان في التلوين الاول كده متردد. عاوز يضربني بالحاجه اللي انا بوديها كده، عاوز يحدفني بس بعد بالتوبه. كده اقتنع. بعد كده اقتنع. لا ومطلع لك شغل يعني رائع لا بصراحه، شغله جميل جدا. شغل رائع. هو اللي موضح لي الشغل يعني. تخيل انت حاجه قد كده، بص الشكل، الشكل من مين ده هيجي ويعمل كده بتصويره، تصوير؟ بتصويره بتصميمه بيكلفك كام يعني؟ في حدود كام الشكل يعني ممكن كده يعني تصويره بالبرواز مثلا ممكن نخش له في بتاع 150، وانت اللي بتدفع ثمنها عادي. 150، والراجل برضو بيسند معايا يعني، هو احمد بيسند معايا يعني، مش سايبني لوحدي انت يعني، هو بيجيب يعني بيعملني اقل بس حاجه. برضك يعني بياخد ثمن لا بس شغل. بيعملني غير الناس يعني، الوضع بتاعي غير الناس وانت يعني، مكمل فيها ان شاء الله وانا يعني، بكمل. ان شاء الله مكمل فيها ان شاء الله. وحابب تعمل حاجات كتير بعد كده. في حاجات كتير، في صور معايا برضو، الحاجات لسه ما طبعتش على البراويز، ما كبرتش لسه زي معايا ايه بقى؟ اهو. ورينا الصور كده اللي معاك. لا والله يعني شغل جميل جدا وفن رائع بصراحة، ربنا يكرمك. مع انك تجيب في حاجات في دي لسه برضو ما اتحطتش على ال ده ايه في ده؟ التكبير، لان كل ما تتكبر بتبقى واضحه اكتر. في حاجات بتكبر بتبقى ما لهاش صوره، ما بتبانش، فدي ما بنعملوهاش. يا جماعه التصميم ده عباره عن ايه يا استاذ عرفه؟ في عند حضرتك في الاول خالص مدي لك وش نمر في البدايه، ومنها لو تتقلب هتبقى ايه كوش افعى كده. تتعدل لو كده هتبقى كده وش افعى. وش افعى جاي على شكلين. انتوا متخيلين الشكل يا جماعه معانا؟ نخليها خلي اللي تحتك بالجنب عادي. كده. ايوه كده كده. كده وش افعى كده وش افعى. وفيها من قدام خالص كده برضو واضح مع حضرتك وش كده. النمر، بس ايه عايز بيتكبر اكتر عشان اللي هو هنا الودان اهو يا جماعه. على ايوه فكره بالظبط كده. الودان ديت، الودان ايوه اهيت يعني. انت تخيلت الشكل ف ايوه انا تخيلت الشكل، انا بناء على ايه بصوره؟ بتخيل الحاجه بوديها على الاتجاه اللي انا عايزه، فهو بيصورها لي احمد. ده وبعد ايدي كده بقى، بنقوله، وبرده ساعات في كلمة محمد تحت خالص اللي هي دي تحت خالص. كلمة محمد. ايوه واضحة جدا اهي. كلمة ايوه دي محمد، الله ينور على حضرتك. أيوة. كلمة محمد. واضحة يعني مش بس هو الشكل ده كله دائري، ده عبارة عن حجر، حجر مدور، حجرة. ده حجرة حجر طبيعية. حتة حجر زلط
ظلت عادي. انت تأملت فيها فطلعت الاسم؟ طلعت منها الاسم. فلقطتها. قلت للمصور هو احمد اللي معايا على طول اشتغل لي عليها. يعني هو مصور لي كذا حاجه، اخدتها له المعرض يعني واشتغل لك عليها. باخد الحاجه. دي بقى اللي هي كلمه الله او الوحده دي اللي احنا الله. ايه اللي عندي ايه كبرتها ده هنا، ده اللي بتبان في البرواز اوضح. اللي انا كلمه الله. ايوه بص عند حضرتك، بص الفرق بين معاك وبين هنا. اللي بسنه. تمام. بص حضرتك عامل ازاي. واضحه. الشكل اكتر واخد، يعني شكلي واضح في البرواز اكتر، واخد واخد شكل اكتر فعلا. كل ما بتكبر كل ما بتوضح. كل ما بتكبر كل ما بتوضح اكيد. غير في حاجات تانية بصورها لما بتيجي تكبر بتدي لك ايه غيامه، تبقى ايه مش موضحه الشكل. دي ما بشتغلش فيها، بركنها عشان الشكل نفسه مش هيظهر اللي انا عايزه. الشكل نفسه اللي انا عايزه مش هيظهر. في اماكن معينه بتروح تجيب منها الاحجار ديت ولا لا؟ مش شرط. ممكن تكون ماشي في الشارع عادي وتلاقيها. ممكن اكون ماشي والاقي حاجه. ساعات بنزل الصعيد، ده جايبه من الصعيد مثلا، من عند. تنزل مخصوص ولا لا زياره؟ لا لا ساعات لا زيارات. زياره زياره واجب كده. فبص بضطر ان انا مثلا منظر طبيعي زي ده اروح الارض هناك كلها احجار عندنا، فتلاقيني انقي كده اجيب كيسه معايا انا وجاي. عندي في البيت ايام كتير مهتم بيهم. شايلهم بحيث ان انا بطلع منهم اشكال لغايه النهارده موجودين. كل ما اسافر برضو باخد من جوز اختي اقول له نقي لي شويه، ينقي لي شويه ينقي لك. بس هو مش في دماغه لا، هو عارف انا، بس هو بيقول له اهو نقي. عارف هو مش في دماغه الاشكال. لا 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 بتطلعها وكده. لا لا لا. فانا اسافر الصعيد اجيب حاجه مثلا بالصدفه، زمايلي مثلا اللي مسافر في اي حته مثلا اقول له هات لي معاك كذا. اللي يجيب عادي يجيب الزلط وانت تطلع منه الاشكال دي. يعني بص حضرتك شايف دي. دي طبعا بص عامل ازاي، بص الشكل بتاعها عامل ازاي. مدي لك شكلين. الشكل الاولاني ده بص الوش ده. وبص الوش ده، وش زعلان، وش بيضحك، وش انسان طبيعي ده. لا يعني ولا عباره عن وش زي ان هو وش نمله. يعني وش مبتسم ووش حزين. باينه منين؟ من هنا. يعني الحته دي موضحاها. بص للخلف، بص عامله ازاي. ده تكشير. تكشير حزينه الحته الصغيره دي اللي بينت. والوش هو الظهر. بس عاوز طبيعي. اقول لحضرتك حاجه بس اعرفها، يعني الحاجات ديت بتبقى طبيعي فيها غموض شويه. زلط عادي انا اهتم بيه الشكل. طيب دي عباره عن طائر صغير ومصوره برضو عامل له برواز. بص عامل ازاي، برفرف بجناحاته اهو. انت تخيلت الشكل كده؟ انا تخيلته كده. لا والشكل واضح بصراحه. ايوه ما هو واضح اهو. يعني هو خليني انا اعمل حاجه طبعا. ان الحاجه تكون واضحه. صورتها ف صور بان اكتر في في الصور دي طبعا. طب الشكل ايه ده بقى؟ شكل ده عباره عن سمكه. ده سمكه دي. وشها وعينيها. ده عينيها. باينه عينيها مقفوله. ده عينيها كده. اللي هو السمك اللي هو الكبير اللي بقى في الميه ده، اللي عامل زي تعبان البحر. طلع الشكل منه. تخيلت الشكل. واضحه على فكره يعني. لا واضحه. سمكه واضحه جدا. وشها البوز باين. والعينه. وكل ما بتكبر هتوضح اكتر. يعني كل ما اكبرها مثلا واعملها على برواز هتوضح، لان الحجم بتاعها بيكبر بتديك الشكل الطبيعي. لو ما جابتش معايا وبهتت الالوان بتلاقيني ان انا ايه بركنها على جنب ما اشتغلش فيها.
بس ممكن يعني انا شخصيا لو شفت يعني الزلط زي مش ده على الارض مش هتيجي صح. مش هتيجي ولغايه النهارده لغايه دلوقتي اشكال ولغايه النهارده انا طول ما انا ماشي ابص في الارض تشوف شكل عشان الاقي زلطه اذا عجبتني بشيلها واخدها اروح احطها في جيبي واروح بيها البيت. ادور فيها على حاجات اطلع منها الكلمه او الشكل واعرف واسيبها تتامل فيها اعرف فيها تطلع منها سواء شكل او اسم الشكل او الاسم ما عند حضرتك نفس ال ده ايه ده دي عباره عن ايه دي عباره عن العين عباره عن العين النن ده جايه كده اهي اهي نفس ال نفس الرسمه بس هي جايه بقى الالوان الالوان جايه ايه لون ولون بس هي جايه ايه السامبوكسه اللي في الحرف دي جايبه اخر من هنا كده زي الجزئيه دي كده لغايه هنا العين من جوه كده وكل ما بتكبر كانت هتوضح اكتر برضو لما تبان في البروز تبان اكتر لما كبرها تبان اكتر والبركه بقى في الاستاذ احمد بقى يظبطنا في الصور المصور بتاع حضرتك ده كأخ يعني مش تقول له الأشكال هو واقف معايا تمام يعني مية مية يعني وشغله زي ما انت حضرتك شفته يعني حضرتك نفسك تشارك في التصميمات الرائعة ديت في معارض يا ريت كبيرة. والله يا ريت يا أستاذ مصطفى أنا مستنين أي حاجة تيجي إن أنا في ناس بتبص للزلط بيضحكوا عليه إيه الزلط اللي أنت مصوره ما كل واحد ليه إيه دي وجهة نظر وده بيبص ايه دي طوبه او زلطه مش مهتم بيه لا عادي بس انت انا في الشغل عندي برضه اكون مخلص الشغل بتاعي تلاقيني عندي المبنى هناك كده في الارض كده اقعد ادور تدور على اشكال على انا الزلطه المطر بينزل بيعمل ايه في الارض بيوضح لك بيوضح لي كل شتوية كده تلاقيني اروح ايه يومين ثلاثه اروح نازل ايه منقي إيه؟ اعبي كياس كده حاطتهم هناك تروح بقى ساعتها بيهم اطلع منهم اللي انا عايزه ايه رايك في الكلام ده يا استاذ مصطفى؟ لا فعلا يعني. يا استاذ مصطفى فن تشكيلي جميل جدا ومن شخص مبدع ان هو يفكر في حاجه بالجمال والروعه دي ويحب ان هو يعرضها ويصورها ويدور على حاجه كده ويعرضها بالشكل الجميل ده. ما تلاقيش ناس مهتمية كحجارة عادية بيقول لك حجارة. فاهمني؟ فعلا قليل اللي هو يهتم بالشكل ده أو أصغر بالشكل دي. أصغر حاجة عند حضرتك دي؟ أهي. بص قد إيه؟ الشكل اللي أنا طلعته من المعادن. يعني أنت متخيل بص بص أنت حضرتك ما دي اللي في إيد حضرتك. ده بتقول لو انت حضرتك بصيت كده ده هتطلع الشكل من جوه ده وش ده لان الشكل ما هوش واضح لما يكون ظاهر ما هو انا طلعته ازاي حضرتك بصي له انت كده طلعه مش هتعرف تطلعه ومش هتلاقيه اساسا ده عباره عن مش جاي معاك مش هيجي معاك لذلك حضرتك بتكبر الصورة عشان تبرز معلمها أكتر وتوضحها أكتر بس قبل ما بكبرها بكشف عليها إيه؟ على الحاجة الصغيرة دي الأول الاتجاه اللي أنا عايزه أحطه عليه عشان أعرف أطلع الشكل بتاعي عشان تعرف الشكل هو إيه اللي بيديه الحجر هنا أهو ده مديه شكلين وش بني آدم كده وفي طفل كمان قاعد في غروب شمس فعلا. دي حاجة تانية لوحدها ده الشكل دوت القراصنه بتوع زمان اللي كانوا بيسرقوا المراكب زي ما كانوا بيجوا في الافلام كده اللي رابط الفيونكة دوت انت صممت الشكل بناء على انا هو اللي جالي وش وعليه طاقيه والخزف والتاني شكل واحد ده هو طفل قاعد اهو في غروب اللون نفسه مدي غروب الشمس وبتنزل ده بيبقى برضك عند كل فنان يعني وجهة نظر يعني انا كانسان طبيعي مش جاي مع حضرتك انت فاهمني
هو باين كوش. اه بس واللي قاعد ده ده حاجه تاني. لا بصراحه يعني شغلي اهي. يعني لما انا تاني اهو قاعد. لا واضحه واضحه يعني. هو في اللي عند حضرتك برضه هتلاقي في كلمه محمد. هي دي كلمه محمد. اهي اللي هي ديت في كلمة محمد عند حضرتك هتلاقيها صورة صغيرة اللي هي اللي معايا دي. في برواز مع حضرتك؟ لا الصور لسه بنشغل فيهم. اللي هي برضه فين بات؟ هي دي ديت؟ بس عايزة تتعلم. ايوه لا تتعلم تتعلم كده. ايوه اهي كده كلمة محمد اللي هي واخدة اللون اللي هو ايه؟ الذهبي ده الاصفر اللي هو الفاو ده واللون الاصفر ده. اللي هو ده. ايوه واضحة يا محمد. ايوه واضحة جدا. وهنا بس توضح بالنسبة لي بالصورة انا أكتر. بالنسبة لي انا هي واضحة هنا بالنسبة لي انا. بس لو اي حد تاني شافها مش هيلا مش هي مش هتيجي معايا. مش هتيجي معاه بس هي بتوضح في الصور أكتر. بتوضح لما انا باخدها على عدنها واكبرها بتوضح اكتر. بس الواحد يعني لو تأمل في الصور هيطلع الشكل، انما لو تأمل في بره الحجارة نفسها لا لا هتكون صعبة عليك. لا مش اي حد يتأمل مفيش. في الحجارة طب ويطلع بص الشكل او طب هو في الاسم شكل ده. جديد انا لسه ما عملتوش. طب الشكل ده كده اهو عبارة عن ايه؟ انسان ده ولا ايه؟ قريب انسان وفي حاجة تانية زي البطريق البطريق. واقف على ايه؟ لا ينفع البطريق. مش عامله ازاي؟ شوف ماشي العكس دي البطريق. احنا صورناها ايه قبل كده اهي ليها طريقه تانية. راس الافعى دي ولا لا اللي هي ستنا مريم اللي هي الشبيهه اللي هي شايله الطفل. ستنا مريم بص وشايله طفله. بص العكس يعني طلع منها كده شكلين. بتطلع منها كذا حاجه لما تدور هتطلع. يعني واحدة ممكن اطلع منها ثلاثة أربعة صور. طب تطلعها في ساعتها ولا ما على حق بتغيب على ما لا ما انا على حسب تطلع الشكل؟ على حسب الشكل. اجيبها كده تيجي كده اجيب كده. طب الشكل ده كذا. لا ابص الناحية التانية طلع لي شكل تاني. تاخد وقت برضك على ما تطلع الشكل انا المناسب ممكن ليه. اقعد يومين ثلاثة ان انا ولا اسبوع ان انا ادور فيها عشان اطلع كلمة اطلع تهتم مش على طول. بحجارة واحدة تغيب فيها مدة على ما تطلع منها شكل ايوه وفي حاجه أساسي ليها. بتدي لك الشكل على طول من اول ما بتلاقيها. فانا اركز على الشكل اللي انا اول ما الاقيه دوت ما ادورش فيها تاني. بعد ما اخلصها ممكن ايه ادور. يعني الشكل اللي جاني خلاص ده اقتنعت بيه ان ده شكل كذا اصورها. وبعد كده ممكن ايه وانا شغال بقى بيها بص ادور الاقي فيه شكل تاني تطلع شكل تاني. في كذا حاجه. شاركت بقى بيهم في معرض في اسكندريه زي ما انت قال بتقول. المعرض اللي هو في اسكندريه و ايه بقى اللي حصل في كان المعرض ساعه ما لا في الزوار لا هم قالوا لك ايه؟ لقيت لا اقبال من اتبسطوا الناس منه. فعلا ولا لا اتبسطوا هم مصريين ولا ناس لا من اجانب. الخارج؟ اجانب وفي مصريين الاجانب وفي مصريين. في كنت عارض اللي هي صوره اللي شبه ستنا مريم دي كان في عيد الام وانا معلق المراويز. يعني لسه بعلق على الاستند. واحده دخلت ورجعت تاني يا ربي بصوتها العالي تقولي ستنا مريم. انا ايه انا سامح. لا سامحها عارف انا عارف ان انا اعملها ايه. فبصت لها وضحكت قالت لي جميله جميله. وقفت شويه وخدت بعضها ومشت. يعني هي من نفسها هي ومعديه شافتها قالت عليها الشكل كده اللي انا عامله اللي انت صممته اللي انا هي جت لي كده الفكره بتاعتها اللي انا شايفه قدام مني كده. ده اكيد يعني يبقى مش انا لوحدي في ناس في ناس قالت نفس الكلام ومش واحد واحد واثنين وثلاثة كتير.
ويقفوا يتفرجوا على الشغل ويعجبهم ويقعدوا يصوروا تليفونات تشرح لهم بقى عباره عن كذا وده ايوه الحاجه المتصوره اهي والحاجه اللي اتصورت اهي طبيعيه يعني الحجاره اهي طبيعيه يعني الحاجه المتصوره والحاجه اللي اتصورت اهي يقول لك منحوته او كده وشغال عليها لا لا ولا انا ولا اعمل فيها اي حاجه ماليش جنبها خالص ولا العب فيها على طبيعتها انت جبت الشكل كده من على الارض الشكل اللي انا اخده اللي انا ايه اطلع منه الشكل اصوره على طول على طبيعته ما العبش فيه ولا الوان ولا الكلام دوت ولا ما على الطبيعه ده كله على الطبيعه كله على طبيعته كله على طبيعته هلعب فيها اعمل فيه ايه لا هو باين برضه كله هو زلط عادي طبيعي يعني طوب اهو دي طبيعتها كل حاجه على طبيعتها مفيش اهي اهي دي بتمشي في الارض تبص تلاقي كتير منها بس طيب الشكل تصميمات جميله جدا ويعني موهبه فن تشكيلي رائع ربنا يكرمك يا ريس وعاوزين حضرتك يعني تحب تناشد مين تحب مين يتبنى تلك التصميمات الجميله دي هو كل واحد هاوي الحاجه دي وفاهمها وعارفها هو اللي هيقول هو اللي هتعجبه الحاجه فعلا بس احنا برضك يعني في جهه زي وزاره الثقافه مثلا يا ريت والله فيها اقسام تبع الفن يا ريت هم يعني يبقى اتمنى ان هم يتبنوا تلك الموهبه الجميله نخش معارض مثلا بعدين نخش معارض المعارض طالب انك كبيرة. تدخل معارض بس كده تعرف كبيرة المعارض الكبيرة الناس الكبيرة هتيجي تتفرج وتفهم اكيد يعني في واحد يمسك اللوحة كده يفهمها من غير اي كلمة يبص للوحة يعرفها ده واحد يعني الناس اللي هي يعني الناس اللي هي الصح يعني فعلا لما في ناس تبص ايه يا عم ايه الطوب اللي انت مصوره ده بس ما جاش لحضرتك احباط او كده لا 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 لا, لا 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 بالعكس ده انا بطور اكتر كمان بطور اكتر وفي خطه ثانيه هتعملها في المستقبل ربنا يسهل باذن الله بس هو لسه قدام شويه كده اكيد انا كده بطور الله. اكتر باذن الله باذن الله بجمع كده المجموعه اللي عندي وابتدي ان انا ازود عشان يبقى عندي شغلي عندك الجماعه في البيت برضو يعني بيشجعوك على الموهبه ديت ولا لا الجماعه والله ساعات كده وساعات زعلوا من الطوب بقى والحاجات اللي بتبقى في البيت ساعات وساعات لا الطوب بقى والكركبه اللي انا عاملها في البيت برضو بتزعلهم شويه لا انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عرف حسين على التصميمات الجميله وعلى الموهبه الجميله ديت ونتمنى من جميع الجهات المختصه ان هم يتبنوا موهبتك وان شاء الله نشوفك في معارض كبيره يا ريت والله استاذ مصطفى اشكرك شكرا جزيلا بكده انتهت حلقه اليوم من برنامج مع الناس انتظرونا في حلقات مقبله باذن الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته